مصر تفرج عن بضائع بقيمة 17 مليار دولار منذ أبريل الماضي. السعودية تعلن استقرار معدلات التضخم في مايو الماضي عند 1.6%. وإيطاليا تؤكد أن دول الاتحاد الأوروبي لن تشارك بشكل مباشر في قروض مجموعة السبع لأوكرانيا. أهلا بكم، نشرة اقتصادية مفصلة تأتيكم على شاشة النيل. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أكد وزير المالية محمد معيط استمرار العمل مع كافة جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة وبشكل مباشر للصناعة. وأشار معيط إلى أن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ شهر أبريل الماضي وحتى الآن بلغت 17 مليار دولار. وأضاف وزير المالية أن هناك تنسيقا دائما بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي. دكتور سيد، كل عام وحضرتك بخير. يعني بداية الحكومة بتواصل جهودها للعمل على إفراج الجمركي الفوري عن السلع ومستلزمات الإنتاج الأساسية، يعني كيف ساهم هذا الإجراء في زيادة معدلات الإنتاج وتوافر السلع بالأسواق؟ مساء الخير على حضرتك، كل سنة وحضرتك بخير والشعب المصري بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. في البداية طبعا خلينا نقول ان فكرة الاسراع عن الافراج الجمركي عن كافة السلع ومستلزمات الانتاج بشكل كبير جدا، ده هيساهم في عملية تحفيز الانتاج والنشاط الاقتصادي وزيادة القدرة الانتاجية خلال الفترة المقبلة. الهدف الرئيسي هو الحفاظ على مستويات انخفاض الاسعار حتى لا يكون هناك إضافة أي أعباء إضافية على المواطن خلال المرحلة المقبلة، وده للدولة المصرية بتسعى إليه بشكل كبير جدا في عملية الحفاظ على سلاسل التوريد والإمداد بشكل كبير جدا حتى تساهم في توفير تلك المستلزمات إلى المصانع والمنشآت الإنتاجية بشكل كبير حتى تحافظ على الاستمرارية في توفير تلك المواد الخام وزيادة القدرة الإنتاجية وعدم وجود أي اختناقات أو توقفات في الإنتاج بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة. نعم. الدولة المصرية لديها رؤية وآلية مهمة جدا في تحقيق التوازن في العديد من المؤشرات الاقتصادية وأيضا إزالة كافة التحديات والعقبات اللي بتواجه عملية التصنيع، لأن هدفنا هو زيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة حتى يكون هناك توازن في مستوى الأسعار بشكل كامل. الدولة المصرية تريد توسيع آفاق الصناعة بشكل كامل وتريد دعم المنتج المحلي حتى يكون لديه القدرة التنافسية سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي وزيادة القدرة التصديرية خلال المرحلة المقبلة. نعم، يعني دكتور إلى أي مدى ساهمت الأنظمة الإلكترونية المستحدثة في تسريع وتيرة إفراج عن هذه السلع ونفاذها إلى الأسواق؟ بالتأكيد طبعا التحول إلى استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية إنهاء كافة التصاريح والتراخيص بشكل كامل، أعتقد ده يعني بيدل أن هناك تقدم حقيقي للدولة المصرية والبعد عن
البيروقراطية التي كانت تعيق إنهاء الإجراءات في السابق. الدولة المصرية حريصة خلال الفترة الأخيرة إلى إزالة أي تحدي أو عقبات في الجمارك والإفراج السريع عن أي مستلزمات الإنتاج حتى لا تعيق العملية الإنتاجية ولا تعيق العملية التصنيعية. شوف إحنا حضرتك الهدف الاستراتيجي هو دعم السوق المحلي ودعم المنتج المحلي بشكل كبير والسعي الدائم إلى تخفيض التكاليف الإنتاجية اللي كانت سبب رئيسي خلال المرحلة الماضية من خلال تأخير. شوف تأخير عن الإفراج الجمركي لمستلزمات الإنتاج ده كان يكبد المنشآت التجارية تكاليف كبيرة جدا في عملية التخزين بشكل كامل، ولكن مع تسريع الإفراج أعتقد ده يعزز القدرة التنافسية لعملية التصنيع الداخلي وعدم وجود أي إضافات على عملية التسعير خلال المرحلة القادمة. نعم دكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة على شاشة قناة النيل للأخبار. أعلن المجلس التصديري المصري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة تجاوزت ملياري دولار خلال أول 4 أشهر من 2024. وأشار المجلس إلى أن قيمة صادرات الصناعة الكيماوية والأسمدة مثلت 22% من إجمالي الصادرات المصرية في تلك الفترة، حيث تعد الصناعات الكيماوية ركيزة محورية للدولة فيما يتعلق بتعزيز موارد النقد الأجنبي. ويسعى المجلس التصديري إلى إيجاد الفرص الاستراتيجية للشركات أعضاء المجلس للتصدير إلى أسواق جديدة وإثبات قدرة المنتج المصري على التنافس في الأسواق الكبرى. فتحت المجازر على مستوى الجمهورية أبوابها لاستقبال المواطنين لذبح أضحيتهم خلال أيام العيد، وفي المجازر تم اختيار أطباء بيطريين على أعلى مستوى من الكفاءة للتأكد من سلامة رؤوس الماشية. نتابع. مع انتهاء صلاة عيد الأضحى المبارك بدأ المواطنون يتوافدون على المجازر في كل مكان. مجزر البساتين كان له نصيب الأسد في استقبال المترددين للذبح الأضاحي. بصراحة أنا أول مرة أذبح في المذبح، أنا كنت بذبح الأول برا، بس لا أنا هذبح على طول هنا. طبعا السرعة، النظافة، عدم التعب للشخص اللي هو المضحي، وكل حاجة متوفرة، والواحد صراحة ما تعبش. أنا ما خدتش ساعتين زمن في الذبيحة والأضحية كلها. الدنيا هنا منظمة جدا، نظيفة جدا، ما بنخش وقت جامد، وبعدين أنا ضامن الحيوان اللي باخده سواء عجل أو سواء أضحية خروف. أنا شفت الدكتور طبيب بنفسه طبيب بيطري، وهو بيشيك على كل ذبيحة قبل ما الجزار بعد ما تذبح قبل ما الجزار يبدأ يقطع أو يعمل. 10 صالات يتضمنها المجزر، وبنية تحتية، وأطباء بيطريين متخصصين للتأكد من سلامة الأضحية. فالمجزر يستهدف 5000 من رؤوس الماشية. فالمجازر بتحميك، بتحمي المواطن من كل هذه المصيبات، وتوفر لك الخدمات اللوجستية من مية وكهرباء، وطبعا أطباء كشف صحي على ذبيحة بحيث أن الذبيحة بتاعتك تطلع آمنة وخالية من كل المصابات المرضية وكل الأمراض المشتركة اللي بتنال عن طريق تناول لحوم ومنتجاتها، وبتديك لحوم صحية وأضحية صحية. طبعا احنا بننصح السادة المضحيين كلهم ان هم يتوجهوا للمجازر عشان الخدمة اللي بياخدوها، والخدمة اللي هي الممتازة جدا بالنسبة لهم اللي هي وجود الدكتور البيطري اللي بيكشف على اللحوم وبيحدد صلاحيتها ما بعد الذبح. يعد المجزر الآلي من بين أكبر 5 مجازر على مستوى محافظة القاهرة، حيث تبلغ مساحته حوالي 28 فدانا. الإجراءات الصحية من قبل القائمين على المجازر على مستوى الجمهورية تهدف في المقام الأول إلى حماية صحة الإنسان وحمايته من التلوث البيئي. محمد محروس، النيل للأخبار. أكدت وزارة النقل انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات والحركة المرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ويتابع وزير النقل كامل وزير على مدار الساعة بالتزامن مع احتفال الشعب المصري بأول أيام عيد الأضحى المبارك، يتابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات المختلفة. كما تابع وزير النقل تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتسهيل وتأمين حركة تنقل المواطنين عبر وسائل نقل آمنة وحديثة ومنضبطة ونظيفة.
أكد وزير الإسكان عاصم الجزار أن عدد الوحدات المنفذة بمدينة دمياط الجديدة تجاوز 100,000 وحدة سكنية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص، كما تمت زراعة أكثر من 1,000,000 متر مربع مسطحات خضراء إلى جانب الحديقة المركزية بمساحة 55 فدانا. جاء ذلك خلال متابعة الوزير للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة. وأشار وزير الإسكان إلى أن عدد المصانع المنتجة وصل إلى 444 مصنعا، في حين بلغ عدد المصانع تحت الإنشاء نحو 36 مصنعا، إلى جانب المنطقة الحرة العامة للاستثمار شرق ميناء دمياط بمساحة 190 فدانا. أعلنت رابطة أصحاب المطاحن أن المخزون الاستراتيجي للقمح آمن ويكفي لمدة 6 أشهر بإجمالي 4 ملايين طن من القمح. وأوضحت الرابطة أن أرصدة القمح الموجودة تأتي من خلال تعاقدات هيئة السلع التموينية وما تم استيراده، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي. وأشارت رابطة أصحاب المطاحن إلى أنه تم الاستعداد لعيد الأضحى، حيث تم توفير القمح للمطاحن قبل العيد ب20 يوما. وقامت المطاحن للقطاع العام والخاص بتسليم المخابز البلدية قطاع عام وخاص حصة مضاعفة من الدقيق حتى الجمعة الماضية. في السعودية أظهرت بيانات حكومية أن معدل التضخم السنوي ظل عند 1.6% للشهر الثالث على التوالي في مايو، في حين لا يزال ارتفاع إيجارات المساكن هو المحرك الرئيسي. وزادت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.5% مقارنة مع العام الماضي، متأثرة بارتفاع إيجارات الشقق بنسبة 14.3%. وبشكل عام ارتفعت الأسعار في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.7% مقارنة بالعام الماضي. وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار بنسبة 2% في مايو مقارنة مع أبريل بنسبة أقل من 2% منذ بداية العام وحتى الآن، ليظل التضخم منخفضا نسبيا في المملكة مقارنة بالمستويات العالمية. استأنفت الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها المباشرة إلى مطار الكويت الدولي بعد توقف دام ل9 سنوات جراء الحرب التي يشهدها اليمن. وأشاد وزير النقل اليمني بجهود شركة الخطوط الجوية اليمنية ووزارة النقل لاستئناف خط الرحلات المباشرة عدن الكويت عدن ضمن جهود توسيع نشاط الشركة إلى سابق عهدها قبل الحرب. قالت رئيسة الوزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إن دول الاتحاد الأوروبي لن تشارك وبشكل مباشر في الوقت الراهن في قروض بقيمة 50 مليار دولار. تعتزم مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى جمعها لأوكرانيا بناء على دخل من عوائد وصول روسيا المتجمدة. وأضافت ميلوني أن أوروبا تساهم وبالفعل من خلال تقديم آليات ضمانات للقرض، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وربما اليابان ستشارك فيه. وصلنا إلى ختام نشاطنا الاقتصادية المفصلة، بقي تذكرة بأبرز ما جاء فيها. مصر تفرج عن بضائع بقيمة 17 مليار دولار منذ أبريل الماضي. والسعودية تعلن استقرار معدل التضخم في مايو الماضي عند 1.6%. إيطاليا تؤكد أن دول الاتحاد الأوروبي لن تشارك بشكل مباشر في قروض مجموعة السبع لأوكرانيا. انتهت نشاطنا، دمتم في أمان الله.